You should. Lesson 2 is about you should. If we wanna to give advice, إذا أردنا أن نعطي نصيحة لأي شخص يحتاج إليها، نستخدم عبارة you should أي ينبغي. وهنا استخدامنا لهذه العبارة أي you should بمعنى أننا نقوم بإعطائه نصيحة للقيام بعمل ينصب لمصلحته. لاحظوا هنا لدينا في هذا الحوار استخدمنا كلمة you should أي بمعنى ينبغي. لنحاول أن نجد هذه العبارة ونجد ما يأتي بعدها. بالبداية لنقرأ هذه الحوار أو هذا الحوار. You don't look well. You should go home and tell your mom or dad. Yes, I will. Thanks. أنت لا تبدو بخير. إذن ما هي نصيحتها له؟ You should go home. ينبغي الذهاب إلى المنزل. And tell your mom or dad. وأن تخبر والدتك أو والدك. Yes, I will. نعم سأفعل. Thanks. شكرا لك. هنا لاحظوا عندما قالت له You should go. You should go. إذن هي نصيحتها له You should go. أي بمعنى أنه ينبغي أن تذهب. ينبغي أن تذهب. الفعل هو go. تأتي إذن بعد you should أو بعد أن ال should يأتي دائما فعل مجرد خالي من الإضافة. You should go. لم نقل you should goes or you should going or you should to go. لا. جاء الفعل مجرد. هذه هنا ملاحظة مهمة. إذن بعد should يأتي الفعل مجرد. إذن نقول you should go home and tell your mom or dad. هذا الجزء الأول من الدرس. هنا لدينا كما تلاحظون بعض النصائح المعطاة على شكل صور. في هذه الصورة هو كأنما نقول له you should, you should, ونحاول أن نجد ما يناسبها. كذلك هنا الحال في الصورة الأولى هي نصيحتنا له أن يأخذ العلاج، وهنا نصيحتنا له أن يشرب شيء حار، أن ينام، أن يرتدي ملابس دافئة، أن يأخذ الحبوب أو مسكنات، أن يأكل الفواكه أو الكثير من الفواكه، أو وهنا أن يذهب إلى الطبيب. سنحاول أن نجد العبارات ونسبقها بكلمة you should. You should أي يجب أو ينبغي. You should. إذن في العبارة الأولى أو هنا العبارات التي أمامنا you should go to bed. You should go to bed أي يجب أو ينبغي أن تذهب إلى السرير أو إلى النوم. الصورة المناسبة لها هو 3. إذن وضعنا له 3. Take some medicine. كلمة medicine معناها دواء. إذن هنا تأخذ بعض الدواء أي you should take. You should take some medicine. ينبغي أن تأخذ بعض الدواء. إذن الصورة المناسبة لها هو 1. You should wear warm clothes. يجب أن ترتدي ملابس دافئة. Warm بمعنى دافئ وclothes ملابس. You should wear, wear أي يرتدي. يجب أن ترتدي warm clothes. يجب أن ترتدي ملابس دافئة. الصورة المناسبة لها أو لهذه النصيحة هي 4. 4. إذن نضع 4. You should drink something hot. ربما لديه sore throat، لديه احتقان في البلعوم، فنقول له you should drink something hot. يجب أن تشرب شيئا ما دافئ. إذن هنا الصورة المناسبة له هو 2. نأتي إلى هنا you should eat lots of fruit. You should eat lots of fruit.
بمعنى ينبغي أن تأكل كثيرا من الفاكهة. This is right picture. هذه الصورة الصحيحة. إذا نقول 6. You should take a tablet. كلمة tablet معناها حبوب أو مسكنات. Tablet. Tablet. إذا هنا عندما نقول كلمة tablet فنحن نعني الحبوب أو المسكنات. إذا 5. ينبغي أن تأخذ مسكنات أو حبوب. وأخيرا you should go to a doctor أي تذهب إلى الطبيب. ينبغي أن تذهب إلى الطبيب. إذا number 7.